إليك طريقة تداول الأسهم على منصة التداول المتطورة MetaTrader 5. لتتمكن من التداول ستحتاج إلى حساب تداول ممول. يمكنك تغذية حسابك عند تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة العملاء، ثم سجل الدخول إلى حسابك على منصة MetaTrader 5 باستخدام معلومات حسابك الخاصة بمنصة التداول والتي تم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني عندما قمت بإنشاء حسابك. من منصة MetaTrader 5 اضغط على الأسعار لمعرفة أسعار أسهم الشركات الأمريكية والأوروبية والبريطانية التي نوفرها. كما يمكنك الاطلاع على الأسهم أو البحث عن سهم شركة معينة باستخدام شريط البحث. اضغط على إشارة الزائد لإضافة سهم جديد إلى قائمة الأصول التي تراقبها. اختر السهم الذي ترغب بتداوله واضغط على تداول. يمكنك أيضاً فتح صفقة جديدة من خلال الذهاب إلى تداول في شريط التنقل، ثم النقر على علامة الزائد في زاوية الشاشة العليا. كما يمكنك من نفس الشاشة عرض قائمة المنتجات أو اختيار منتج آخر عبر الضغط على رمز المنتج أعلى الشاشة. انقر على رمز السهم لتبدأ في تنفيذ صفقة تداول جديدة. اختر طريقة تنفيذ الصفقة عبر النقر على تنفيذ السوق، واختر ما يناسبك من الخيارات المتاحة. قم بتحديد حجم العقد. حدد أمر إيقاف الخسارة للحد من المخاطر المحتملة، وحدد أمر جني الأرباح لتحديد السعر الذي ستغلق عنده الصفقة تلقائيا. اختر سياسة تنفيذ الصفقة، ثم اضغط على Buy by Market لاتخاذ مركز شراء، أو Sell by Market لاتخاذ مركز بيع. يرجى الأخذ بعين الاعتبار أنك يمكنك تنفيذ الصفقات فقط خلال أوقات عمل الأسواق. لتبقى على المسار الصحيح، راقب تداولاتك وابقى على اطلاع بأحدث التحركات السعرية والصفقات المفتوحة من خلال شاشة تداول. اضغط على إغلاق المركز لإغلاق الصفقة. يرجى ملاحظة أنك لن تتمكن من إغلاق صفقاتك خارج ساعات عمل الأسواق المالية. تحقق من رصيد حسابك في بوابة العملاء لتتتبع أرباحك أو خسائرك. يمكنك تقديم طلب سحب أرباحك من أمر السحوبات في القائمة الرئيسية. يرجى العلم أنك تستطيع سحب إيداعاتك في أي وقت، ولكن ستتمكن من سحب أرباحك بعد أن نقوم بالتحقق الكامل من حسابك. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.